مش هذه قناه الشام، قناه شفتها فيها مرحبا بكم في البث المباشر العاجل مباشره بمدينه المحمديه من بعد الفيديو اللي دار ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي ديال احد الكسابه اللي بغاو يبيعوا حولي ب 1200 درهم وقال لهم كاين الحولي اللي داير 1200 درهم. اليوم لو تتصل بهذا السيد هذا اتصل بهذا الكساب على اساس انه غيشري من عنده الحولي ديال 1200 درهم، ما غاديش يدخل لكم على البال، ما غاديش يطيح لكم على البال باش جاوبوا الكساب الهوته. اش اخبار الحولي ديال 1000 درهم الهوته؟ السلام عليكم بعدا وتحيه كبيره للمغاربه داخل الوطن وخارج الوطن والمغاربه اللي كيتفرجوا في قناه الشعب شوف تيفي اللي كتفرج اي واحد اللي هو خارج على القانون ومخالف. حنا دابا بغينا نهضروا على واحد المساله اللي هي سميتها الكذوب. الكذوب راه ما تيبغي لا الله لا العبد، والانسان اللي فيه الكذوب. ودابا عواشر وعيد الاضحى والعيد ديال الله سبحانه وتعالى، وكنلاحظوا بعض الاشخاص ماشي كلشي اللي تيكذبوا، ومن ضمنهم واحد السيد اللي هو دار لايف مؤخرا وقال لهم الحولي كاين ب 1000 درهم. وانا تبعت اللايف ديالو، ماشي ما تبعتوش بحال سائر المغاربه كاملين، والمغاربه راه شافوا اللايف. شي واحد كاين في نواحي ديال بن سليمان قال لهم بلي الحولي كاين ب 1000 درهم وجرو ونقص. شي واحد حداه قال لي 1200 درهم، قال لي 1000 درهم 1200. المهم ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. واخا يا هو تم يعيط ليه اش قال لك؟ اتصلت به راه حاضر السيد ديال شوف تيفي راه معايا حاضر به. قلت له خويا انا راه جيت من كازا للمحمديه غنرتاح شويه وغنعيط لهذا السيد هذا اللي عنده الحواله وغنمشي ناخذ من عنده واحد جوج ان شاء الله الرحمن الرحيم. قلت له بلاتي نعيطوا لي بعدا قبل ما نمشيو لعنده. اتصلت به ربطت به الاتصال اذا به كيجاوب كيهضر معايا عادي انسان عادي. قلت له الله يخليك انا راه شفت اللايف ديالك وبغيت نجيك نشري من عندك واحد الخروف ديال 1000 درهم. قال لي 1000 درهم 1000 درهم. قال لي وتعطلتي؟ قلت له جيت معطل. قلت له الا جيت معطل نقدر ناخذ شي واحد ب 1500 درهم ماشي مشكل، عطيني شي حول اخر. قلت له واش هذوك الحوالي السردي ديال البلاد؟ قال لي لا رومانيا. قلت له ماشي مشكل. قلت له دابا الحولي واش كاين ديال 1000 درهم ولا 1500؟ قال لي كتهضر على العبار، كاين العبار 60 درهم العبار. واش هاد يعني ولا باغي يعبر لك الكيلو ولا بغي ولا كيفاش نقولوا بغي يعبر لي؟ ها هو ولينا في العبار والمغاربه راه كاملين شافوا ذاك اللايف. ولكن اللايف الاول اللي دار الهوشه واش قال لك العبار ولا قال لكم 1000 درهم؟ اللايف اللي شفت انا ما عرفتش الاول ما عرفتش الاخر. اللايف اللي شفت فيه حولي قال فيه 1000 درهم. ملي قال 1000 درهم قلت له الو انا غنجي عندك ناخذ الحواله، حيت راك عارف اي واحد لا دار لايف كيدير التليفون ديالو. هذا السيد ملي دار التليفون ديالو جيت عيط لي في التليفون الله يخليك انا غنجي عندك. راه المكالمه كاينه وواحد المساله اللي خصني نشير لها المغاربه كاملين، ما تبقاوش تشيقوا بزاف ديال الناس اللي كيهضروا في السوشيال ميديا على الحواله ديال العيد، راه بزاف فيهم راه تيكذبوا اغلبيه. ولكن شنو اللي خلى عندنا هذا الكساب يكذبوا؟ اسمح لي اسمح لي هنا خص السلطات الامنيه ديال المنطقه اللي هضر فيها ذاك السيد دخل وتعتقل هذاك الشخص، دير معاه تحقيق، دير معاه واحد التحقيق اللي هو عميق وتعرف السبب علاش كذب على المغاربه كاملين. هذه راه مساله ما نهضروش عليها. ولكن شنو اللي خلاه الهوته غادي يكذب؟ غايقول لهم انا غنبيع لكم حوالي ب 1000 درهم وهو ما عندوش الهوته. طلع الاسباب اللي غادي يكذب، تقدر تكون عنده واحد المنافسه تما، ممكن ربما تكون عنده منافسه. حنا ما عارفينش السوق عندهم تما كيفاش داير، حنا شفنا لايف اتصلنا بك قلنا غنجيو نشريو من عندك الحولي ولا جوج. قال لك مرحبا ولكن قال لك انت كتهضر على العبار، عندي العبار 60 درهم، وهذا العبار راه ما قالوش في اللايف. باش تكونوا واضحين الهوشه. شوف باش تكونوا واضحين مزيان، حنا ما كنبغوش الكذوب. حنا غنجيو نشريو ما تكذبش علينا. انت الكساب ما تكذبش علينا، حنا مواطنين مغاربه. وكما كتعرف البلاد، البلاد دابا راه البلاد دابا الحمد لله راه واقفه واقفه وقفه ديال بصح. ما تجيش تكذب على واحد تقول له جي خذ الحولي ب 1000 درهم ولا جي عندك يدي بلاصه تقول لا نبيع لك بالعبار ب 60 درهم. هذا راه وليتي كتضحك على عباد الله. ولكن الهوته بلاش اسمح لي، واخا اللايف اللي شتي الاول اللي دار على قناه الشعب قناه شوف تيفي واش هز الحولي داروا في الميزان عبرو هذا باش باعوا ولا جاو قال لك الثمن نيشان؟ هضره بعينيه شد الحولي جرو ما كاين لا عبار لا والو، جر الحولي من رجليه قال لهم ها هو تلي سلال الحليب 1000 درهم. لقص واحد قال لي 1200 درهم. هادشي راه شافوه المغاربه كاملين وربما غيكونوا شافوا حتى المسؤولين وغادي ياخذوا الاجراءات مع هذا السيد هذا. وان شاء الله الرحمن الرحيم بعد الثقه الكامله في المسؤولين ديال هذه البلاد اللي مقابلين الشان المحلي ديال عيد الاضحى غادي ياخذوا مع الاجراءات. واي واحد غيكون في هادشي في هاد الهضره بحال هكا راه غياخذوا مع الاجراءات. وراه ماشي غير انت، راه ناس اخرين جاوا من كازا الهوته. شوف هادوك اللي جاوا في الغابه قال لك تلفوا ولا ما عرفتش شناهم، هادوك جاوا مساكنين شراو الحواله حتى هما صدقوا قال لهم ما كاين لا حولي لا كذا لا والو. وهادشي هذا ماشي حشومه ماشي عيب ماشي حشومه يسوق الكذوب لعباد الله.
هادي تجارة، هادي بقاش تجارة. واخا العوشة بيني وبينك، اللي عنده 1000 درهم 1200 درهم واش جيب لي حاولي يصردي مليح هاد العام. شوف اللي عنده 1000 درهم و1200 درهم، انا قلت الله اعلم هاد الحوالة اللي دخلوهما يقدر يلقى هاد الحوالة ديال رومانيا وديال اسبانيا وديال هادشي. رومانيا اللي عارف انا ديال 60 درهم الكيلو العوشة، هذا قال 60 درهم وشوية قال 1000 درهم، هنا راه خلق مشكل، راه خلق مشكل. دابا انا بيني وبينك صدمني، دابا سيرت ملي عيطت ليه وهضر معايا، وملي عاودت عيطت ليه وقطع عليا التليفون. ولكن 60 درهم بلاد، دابا ندير عملية حسابية بالعقل الهوشة. 60 درهم شكون في 10 كيلو ديال الحولي؟ اش هاد الحولي هذا ديال اش هاد؟ دابا هادشي اللي بغيت نقول لك انا، ملي قال هو 60 درهم راه في اقل من 10 كيلو. شحال من كيلو هذا فيه؟ شحال كيلو؟ هنا خاص واحد التحقيق دقيق مع هاد السيد هذا اللي كيبيع هاد الخروف هذا بالاثمنة هادو والكذوب. سيرتو على الكذوب، يديروا معاه تحقيق على الكذوب. اما البيع والشراء يبيع باش ما بغى، ولكن ما تكذبش، ما تكذبش على المواطن، حيت المواطن في الظرفيه هذه كيدوز واحد الظرفيه اللي صعيبه بزاف ديال الفلوس قليله شويه. وخص الراعي والقدره الشرائيه ديال المواطن، ما تجيش تنصب عليه وتضحك عليه وتقول لي عندي حولي ديال 1000 درهم ولا 1200 من ديبلاصا عندك، قول لي غنبيع لك بالعبار. هذاك العبار راه خلاه عنده في دربهم، خلاه عنده في كراجات حداهم، خلاه عنده في السوق حداهم، خلاه عنده في كلشي تما باين الهوشه، خلاه في لي كرون سيرفاس. ما تجيش نتايا تقول لي تسوق لي الوهم نتايا عبر قناته وتقول لي احق عندي الحولي ب 1000 درهم 1200 درهم، والناس كلها كتقلب على الرخا. راه كاين اللي باغي يشري حولي بمليون، ملي كيسمع 1000 درهم يقول ناخذ خمسه ناخذ 10. هادشي راه كاين، كاين الناس اللي باغا تعطي الحواله في سبيل الله. ولكن شنو ما قلت لي انت الهوشة اللي غتقول له بداك الثمن انت بحال هكاك؟ راه كما قلت لي انت لي كون سيغ فاس الهوشة ديال 60 درهم هاد العام. ما باقي ما كيفاش هاد السيد قال لك حولي ديال رومانيا؟ ولكن هذا الشخص اللي كندوي عليه دابا، حنا راه حشومة وعيب وعار، وتكذب على الناس تكذب عليهم، حشومة وعار وعيب وعواشر هذيك تكذب عليهم في الأضحية ديال العيد وتقول لهم هاد الثمن غنبيعو لكم شوية، نهضر معاك أنا في التليفون وتثبت لي بديك اللقطة اللي واش اللايف الثاني شفتيه؟ واش أنت وليتي كدير اللايفات أنت الأول والثاني والثالث والرابع؟ أنا راه هضرت معاك في اللايف الأول اللي شفت أنا، ما كاين لا الثاني لا الثالث لا الرابع. عيطتي لي المرة الثانية. أنا دابا ندوي معاك وشفتي اللايف ديالي ديال أول البارح. لا حنا كنديروا اللايفات هنا باش نثبتوا عباد الله، راه كنديروا اللايفات باش نوريو الراي العام الحقيقه، ماشي باش نكذبوا ولا نصبوا على عباد الله ولا نبداو نهضروا في وشاير كاذبه. جيو عندنا كذا كذا، حنا راه كاع كنبيعوا ونشريوا، ولكن ماشي بالكذوب، الصراحه اللي معروفين بها. يعني بحال انت الهوشه دابا يشهدوا علينا هنا الكراب اللي كيعرفوا الهوشه شخصيا. دابا دابا الهوشه سات السيد دار مثلا الهوشه باغي يبيع هاد القميجه ب 100 درهم، ملي غيجي عندك قول ليه على الكم اللي ب 100 درهم. على الكم ولا الكول ولا الصدفه. هادشي اللي هادشي اللي خصنا يمكن ياك يمكن. ولكن شنو ذنب الدرويش هادشي كامل الهوشه؟ ولا دابا الدرويش راه المشكل ماشي ذنب الدرويش، اي واحد دابا غيتفرج داك الفيديو غيتيخو، هذا هو المشكل. وهو تيسوق الوهم للناس. وش الناس مساكن اللي مشاو جاو من كازا، واحد قال لك انه شط طوبيس مسكين وجا ما عندوش. واحد الفئه اللي مساكن الله يحسن العوان راه ما عندهمش اصاحبي حتى ديك 1000 درهم ما عندهمش، مشاو تسلفوها وشدوا الطريق باش يمشيو يجيبوا ذاك الحولي. كاين اللي جا مسكين ترونسبور عادي، كاين اللي جا ما عرفتش فاش ما عندوش، مشى تسلفها وتخلعك بالله بحال هذا. ما خصوش دابا هذا ما خصوش دابا الاعتقال هذا بحال هذا. على ذكر تسلف الهوته اش بان لك في هذوك الناس اللي كيمشيو يتسلفوا باش يشريوا الحولي ويفرحوا وليداتهم؟ نفسا الا وساع ما عندكش، سير ربي مسامحك. راه كاين وليداتو الهوته وليدات شوف ربي راه مسامح وليداتو، هذا راه غيراعي وليه السيد راه ما عندوش. واخا الهوشه على ذكر الاخت هذه اللي قالت دابا بزاف ديال الناس كسر القيل وقال. على ذكر الاخت جات من هولندا هذه غتعيد مع وليداتها هنا، راه باغا تشري حولها ب 4000 درهم. قالت تبارك عليها. يعني كما قلت لك الهوشه يعني ان هذه السيده قالت لك وليداتهم، نقدروا نقولوا ان بزاف ديال الناس ما بقاوش كيمشيو على قد جيبهم كثر ما انهم ولا كيمشيو خوفا من هضره الناس. شوف الشريف انا عطاك مثال بسيط هنا. دابا هما تيقارنوا الحولي بالتليفون، هادو البيع والشراية كتهضر معاه تيقول لك واحد هاز التليفون داير مليون ونص، مال الحولي غالي عليه؟ راه ماشي كيسيون ديال غالي عليه، والحاجة راه خصها تاخذ حقها اللي كتستحق. ماشي انت مشيتي جابت لي حولي ب 2000 درهم باغي تبيعوا لي بمليون، ولا جابت لي حولي ب 3000 درهم كتقول لي مليون ونص. هذا راه ما بقاش بيع وشرا، هذا راه ولا افتراء البعض الكسابة. وكاين الكسابة اللي هما نزهاء اللي كيبيعوا يشريوا بالثمن الاصلي، الثمن الحقيقي، الثمن اللي كيستحقوا الخروف، قاصرين عليه الفلوس، ضاربين عليه الثمنه، سهرانين عليه ليالي ونهار وما عرفت شحال ديال الوقت. كاينين دوك الناس اللي هما نزاء الله يحفظهم تا هما، تحيه لهم لهاد المنبر ديال شوف تيلي. الهوشة هاد الكساب هذا اللي دار هاد القضيه هادي في الناس وفيك حتى انت الا كان كيشوفك دابا شنو غتقول ليه؟ ما تهضرش على شي حاجه ما كايناش. الخرجات الاعلاميه ديال الهوشة الشخصية كتهضر شي حاجه اللي كاينه. عيطت لي المرة الأولى قال لك مباشرة، قلت له الشريف راه غنجي ناخذ عندك حولي. قال لي تعطلتي، قلت ليه مرحبا عطيني شي حولي رخيص. قال لي كاين ب 1200 1500. قلت ليه نجي لعند خويا الاخت امينه. قالت لك الكيلو الاخت امينه قالت لك كلامك معقول الهوشه.
الله يحفظك اختي امين. راه حنا مغاربه تنبغيو الخير لبعضياتنا، ما غنبغوش الشر ولا المضره لبعضياتنا. حنا ما كرهناش شي واحد يدير الحول حنا 40 درهم نمشيو نجيبو حنا كاملين ونعيدو به كاملين، راه ماشي مشكل ديال الفلوس. انسان ملي تيخرج يهضر خصو يكون قد فمو قد جيبو، ماشي تخرج تبقى تهضر وفي الاخر تبقى تطفي التليفون على عباد الله وتبقى تقول لهم كنتي تعطلتي وهذا. خلنا خويا ديك الهضره تعطلتي، انا كنهضر معاك في بيع وشرا، هضر معايا في بيع وشرا. ما طفيش على التليفون، عرفك راجل ديال بصح، ما طفيش التليفون على الكليان. قلتي واحد الحاجه كد بها واخا تخلصها من جيبك، سمعتي؟ واخا تخلص. حنا راه تنبيعو ونشريو، ملي كنغلطو في الثمن كنخليو الغلط داز، نقولو في سبيل الله داز. انت راه ماشي غلطتي، انت متعمد. قلتي كاين حولي ب 1000 درهم وبينتيه للمغاربه. الاخت خلود قالت لك الله يكثر من مشارك خويا الهوته. الله يحفظك اختي خلود، وديديكاس مجبده من المحمديه لعندك فين ما كنتي. واخا الهوته بيني وبينك بزاف ديال الكسابات يقولوا كثر القيلول، قال لي عنده هو بنادم كيشري لولدو تليفون بمليون وما قعدش يشري حوالي 100000. باش حنا نبقاو نقصوا دابا الحواديت، ويشري لولدو تليفون حتى بمليار. شغلو هذاك اللي عنده الله يسهل عليه، واللي ما عندوش حتى هو الله يسهل عليه، والحظايا الله يعطيهم شي حاجه اكثر من داك الشيء اللي باغي. اعداء النجاح، اعداء النجاح، ولا لا يحفظهم الله يعطيكم قرده. اعداء النجاح كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره مع الهوته. بلاش يا خو بلاش، خلينا ندوي مع المشاهدين. خذ راحتك الهوته ما تسخاش فيكم. معنا وكندوي معاهم وشحال ديما شافونا وشحال ديما شفناهم، ولا اثر هاد لابيناس اللي دايزه. هذا اللي غادي الله يجيب ليه الشفاء، ولا كانت عافيه الله يطفيها، ولا كانت شي حاجه هذوك اللي حاضيننا الله يعطيها لهم مسقيه. يعني انتم كما كتشوفوا معنا الهوته باقي ما تقول شي حاجه لهم. ضروري غنبقاو نقولوا حنا. قول اش راه عندي ما يقال الشريف. الهوته وعندي ما يقال. راه كيهضر معاك الهوته شخصيا، عندي ما يقال. الشريف خلينا ندويو. الهوته مشكلين. الناس كيعرفوك انت وداد الهوته. اش وقع في الوداد الرياضي؟ ديال الوداد بعدا شوف. تحية كبيرة لجمهور الرجاء البيضاوي. أيوة. وفريق الرجاء البيضاوي والاستاف والناس ديال الرجاء البيضاوي، وهنيئا لكم بالفوز. هذه من جهة. وواحد المسألة، الرئيس ديالنا البرداكي على راسه والعين، كيبقى رئيس هذاك خصنا نهضروا عليه رئيس، رئيس مادام هو عنده الرئاسة ديال فريق الوداد البيضاوي كنحتارموه وكنقدروه، ولكن الخرجة الإعلامية اللي خرج بها في راديو هذيك خرجة بحال قلتي طائشة. علاش؟ حيت خاصو يهضر في الصفحه الرسميه ديال فريق الوداد البيضاوي، ما تخرجش تهضر في الراديو وتجبد اللعابه اللي هما فرحوا. نديروا داك اللعاب غلط مره وحده سيدي، ها؟ ما نمشيوش حنا نفرشوه، راه حنا جمهور تاعنا. واخا يونس العثماني قال لك كاينه الهوته من اسبانيا الرجوله، راك زمطتي يوم الهوته. الله يحفظك ليا خويا، الله يحفظك. وديديكاس مجبده من المحمديه لاي بلطاقه تما في الاسبان. كيما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، الهوته ما سخاش بكم، عطى الراي ديالو وقال اش القاش طالي مع دمو الحاول. واحد المساله قول الهوته اللي عنده ما يقال شوف تيفي في الدمه. الا هنا مشاهدي قناه الشعب، قناه شوف تيفي، انك شايف هذا القدر على عملاقكم بث مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.